لو كل كلمة اللي اتقالت من الزميل إبراهيم فايق وقفنا عندها الناس هتتحرج، لأنه أحمد فتحي الأهلي قدم له أفضل عرض لدرجة إن نادر شوقي وكيله قال لك الأهلي وافق لأحمد فتحي على اللي هو عايزه، لكن رغب في الخروج. الأهلي احترمه ولا زال موجود محترم ومقدر وكابتن الفريق، لكن رغب في الخروج، ولجنة التخطيط عملت له بعد الاجتماع مرة واثنين وثلاثة وده رأيه. يحترم. حسام عاشور نفس الموقف. رؤية فنية الراجل مش عايزه. الأهلي قدم له كل فرص التكريم الاستثنائية وحدث ما حدث، والحال واحد والمنطقة واحدة. لكن لما يكون استغلال الظرف انه الدنيا منهارة وانه مفيش لعيبة، ده ينسف الكلام اللي لسه قايله الزميل إبراهيم فايق انه المباراة بكل ما فيها مسألة فنية، والكورة فيها كده، وفايلر اخترع، وأخطاء لعيبة، وطريقة لعب. هو اللي لسه قايل، زي ما هو اللي لسه هتسمعوه إذا كان المقصود هنا بالكابتن محمود الخطيب، رأي الزميل إبراهيم فايق في الكابتن محمود الخطيب نفسه بس قبل كده بكام يوم نشوف. سريعا كده عايز أقف مع الجزئية المتعلقة بدور الكابتن الخطيب في الفترة اللي فاتت. ما هوش دور سهل أبدا. هذا الرجل يمر بوعكة صحية، ودائما وأبدا لا يألو جهدا أنه يكون موجود مع النادي الأهلي. شفنا ده في السودان وهو كان مريض جدا وسافر، وشفنا ده مؤخرا في السفرية الأخيرة بتاعت جنوب أفريقيا. على جماهير الأهلي الحقيقة أن هي تفخر أن عندها رئيس نادي بحجم الكابتن محمود الخطيب، حاجة في قمة الأدب وفي قمة الأخلاق وفي قمة الهدوء، ودائما وأبدا يعمل في هدوء وفي صمت. يعني الحقيقة أستاذ إبراهيم فايق بيرد على أستاذ إبراهيم فايق وهو فايق، لأن الكلام اللي قاله من ثلاثة أيام أو خمس أيام أو سبع أسبوع عن الكابتن الخطيب إن مفيش أحسن من كده، وعلى الجماهير أن تفخر إن عندها الراجل ده اللي هو اللي ما بيشوفش من الغربال إن عنده مشاكل، وفين شخصية الأهلي، فين شخصية الأهلي. وبالمناسبة شخصية الأهلي لسه عندك حاجة هتجيبها في الجزئية دي ولا لا؟ اتفضل. عايز أعلق بس في الحتة دي، يا ريت الأستاذ إبراهيم فايق نفسه يقول لنا فين شخصية الأهلي قبل كورونا. كانوا بيقولوا ايه هم كانوا بيقولوا ايه؟ فرقه استردت شخصيه الاهلي، فايلر بيحسن استخدام اوراقه وبيعمل روتيشن وتدوير هايل جدا، دور اللعيبه الكبار واوضه اللبس. اول سنه نسمع كلمه اوضه اللبس، اوضه اللبس بمناسبه اللحمه اللي كانت موجوده في الفريق. لكن لما انتوا، وعشان كده بقول لك يا جماهير الاهلي خلي بالكم ايه اللي حصل من ساعتها، الانقضاض على هذه اللحمة، الانقضاض على زي ما بيقول عناصر الخبرة، إغراءات ما يقدرش الإنسان إلا إذا كان يعني في منظر أنه يقاوم الإغراءات اللي حصلت. لكن يا ريتها كده وبس، أنك حتى مش سايب النادي الأهلي يحاول يبني، مش سايب أنه يسيطر. ده أنت رايح تقول له المدرب بفرقته هيمشوا، واللي لسه مجدد له النادي الاهلي بناء على طلب مصر كلها. وبعدين كل حاجه طالع لك في الموضه، اتاخرته في ال، انت عارف كل المشاكل دي اتفتحت بعد ما اتكلمنا في التجديد. اتاخرنا في التجديد ايه؟ طيب